وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم المالي لعلاوه الغلاء لمدربي السياقه المدرجين على قوائم استحقاق العلاوه، وكلف سموه وزاره التنميه الاجتماعيه والجهات المعنيه بمباشره صرف المبالغ للمستحقين واتخاذ الاجراءات اللازمه لتقييم ودراسه المعايير ووضع الضوابط الخاصه باستحقاقهم. للدعم المالي لعلاوه الغلاء